سورة الرحمن. الرحمن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. لا جزاء الإحسان إلا الإحسان. بعد من المحسن؟ هذا التساؤل من الله سبحانه وتعالى. أيوة. عشان يثبت المؤمن في الدنيا. تعالى أحسن وسوف يحسن إليك. إليك. أنت لا تزرع بنفسك شجرة الخير فتجني ثمرتها. وأنت بنفسك تزرع الشجرة الخبيثة فلا تجد إلا ثمرة خبيثة. وهنا لا يقل ما يرد الله به خيرا يعني الإرادة من الله من العبد. العبد أن يزرع. لابد أن يزرع ليفتح الله له الطريق ويهديه ويحببه. نعم. إيه زين الإيمان حبب إليهم الإيمان وإيه وزينه في قلوبهم. تمام. وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الإيه الراشدون. الراشد هذا هو الذي رشد نفسه لمنهج كتاب الله وسنة رسول الله فزين الله الإيمان في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق. هي كده فتح الباب فدخل. يعني هو الذي حبب هو اللي الله سبحانه طبعا هو الذي حبب لكن بإيه؟ بعمل العبد. بعمل العبد. لا أنام على ظهري وأقول مش الله يرضى عليه. عمر قال لا نمن أحدكم على ظهري ويقول اللهم مرزقني هو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نام على ظهرك في بيتكم شغل. هي نفس القضية في الهداية. نعم. بارك الله فيك. طيب شيء. ومن دونهما جنتان. هذا مستوى آخر. مستوى آخر. إما أنها دونهما يقول إيه من دونهما وما في الجنة من دني. لدونهما يعني إيه زي ما يقول واحد إيه. واحد نوع آخر. لا يعني نوع آخر أو واحد يقول لك إيه. الأول واخد 99.7. بس الثاني أقل منه 99.5. لا يذكر. بس يعني بهذا المنطقة أو قالوا ومن دونهما جنتان أي من دونهما أي أقرب إلى العرش من هذه أو من هاتين. يعني إحنا كله بنقترب من العرش. الدرجات من أسفل إلى أعلى لغاية العرش. ولكن حتى العرش. حتى العرش. ما بين الدرجة إن في الجنة 100 درجة كل درجة ما بينها وبين الدرجة الأخرى مسيرة 100 عام. أو في رواية ما بين 100 درجة. قلنا 7 درجات. لا ده ابواب واسماء الفردوس والماء وعدن تمام كده تمام والنعيم وعدن. هذه درجات. هذه درجات داخل الدرجات. درجات ايضا. الله اكبر الله اكبر. طب الجنتان في سوره الرحمن ومن دونهما جنتان اربع جنات داخل درجه داخل درجه داخل درجه واحده. داخل درجه داخل درجه معينه. سبحان الله. سبحان الله. ملكا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. ملك. سبحان الله. ملك. نعم. ومن دونهما جنتان. نعتنا. خلاص. وصفات. تعال يا سيدي. مدهامتان. يعني من كثرة وشدة الخضرة اقرب الى شيء من الايه? من الشيء الغامق او القريب من الاسود. من شدة الظل الظليل. يعني خضرة مكثفة. يعني مدهمة. يعني مدهمة. مدهمة تعطي لون الظل الظليل هذا. تعطي هذا اللون من كثرة التفافها وجمال أشجارها وكثرة خضراتها صارت كأنها أقرب إلى اللون الغامق الأسود من شدة الخضرة. مش خضرة ما خضرة صناعية. لا خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى. مدهمتان. فيهما عينان نضاختان. هناك عينان تجريان. تجريان دي نضاختان. قال لك التجريان اعم من النضاختان. نضاحه ونضاخه نفس المستوى. يعني تفور بقوه. ان تنضخ بالماء. تنضخ بالماء يعني تنضح. تخرج الماء. تخرج الماء تمام بس تجري. اما تجري فهي قد نضخت ثم جرت. اذا عينان تجريان اقوى. اقوى بالضبط. صح صح. شمل ولكن عينان ايضا تشمل المعنى ايه. نعم بالضبط كده. فيهما فاكهه ونخل ورمان. التاني كان فيها من كل فاكهه زوجان. هنا ايه حددها شويه محدده. فاكهه ونخل ورمان. لما التاني في من كل فاكهه زوجان. وبعدين التاني اللي دافع على انها اقرب الى العرش يقول لا ده هو هنا خصص ان فيها فاكهه ونخل ورمان ما ذكرت في الاخرى لان النخل مش فاكهه يعتبروه تمر بعض الناس لكن قال خصص لان العرب يعرفون هذا. مش العطف له يقتضي المغايره. يا بالضبط كده برد عليك. صح برد عليك. طيب. فيهن خيرات حسان. خيرات الحور العين. حور العين. قاصرات الطرف. ايوه الله يرضى عليك. هنا بقى خيرات عامه. او فيهن خيرات حسان. قرات ابن عباس.
خيرات خيرات ها خيرات الحسن خيرات اقوى ام